محطتنا التالية عن أهمية دور التطوع لخدمة المجتمع وخاصة في أيام الشهر الكريم. مبادرات ممكن تكون صغيرة لكن عم بتقدم الدعم لكثير من الناس اللي هنم بحاجة. أكيد لنحكي عن هذا الموضوع معنا الأستاذ موسان النحاس، مدير جمعية التنمية الخيرية. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. رمضان كريم ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني دائما نحن بنحب نضوي على الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية خاصة يلي عم تصير من أبناء سوريا إلى أبناء سوريا. خلينا بالبداية نحكي عن أهم المبادرات يلي بلشتوا حضرتكم فيها بزمن التصدي لوباء كورونا. صحيح. وما زلتم مستمرين خلال شهر رمضان الكريم. صحيح. أول شيء أنا بحب نوه بالبداية شو ما عملنا وشو ما سوينا كافة المجتمع المدني نحن مقصرين كتير كتير تجاه الوطن. يعني أي إنسان أي شيء عم يعمله بعد نحن مقصرين وعلينا واجبات أكثر بكتير. هذا بالنهاية الوطن وطننا والأولاد أولادنا وأحفادنا وعم نبني بهذا الوطن. اليوم نحن اشتغلنا كتير كرجال أعمال كغرف تجارة غرف صناعة عملنا كتير عام اشتغلنا بهذا الوطن. هلأ الوقت اجت الحرب العشر سنوات الحرب الكونية اللي اجت على سوريا واجت بعد منها هلأ ظروف فيروس كورونا. هلأ نحن من واجبنا نحن كمؤسسة خيرية وواجبنا كرجال أعمال طبعا برجع بقول في ناس قدمت أرواحها في ناس قدمت دماءها. فنحن شو ما عملنا بنكون خجولين وحاطين راسنا بالأرض ونحن عم نقدم لانه بنلاقي صح. يعني يمكن هذا واجب الكل اليوم يقدم المساعده بالظروف الراهنه. خلينا نحكي اليوم ونضوي اكثر عن موضوع المبادرات اللي عملتوها حضرتك. نحن ابتدينا اول شيء وصلنا نوزع معقمات كمامات مطهرات. إمنا جبنا كميات كبيره وهون ما بحب كمان احكي انه تعذبنا كثير لحتى نامن مثلا ماده السبيترو والكحول. يعني كنا نعاني منها ونشتريها باي اسعار وطالبنا وزاره الصناعه و عدة مؤسسات من الدولة تأمننا إياها ونشتريها بأي أسعار لنقدمها مجانا. الحمد لله أمننا ونزلنا وصرنا نوزع. وزعنا على الجمعيات الخيرية جمعية التنمية، وزعنا على جمعية الإغاثة، وزعنا على المؤسسات بعض المؤسسات الحكومية. صرنا ندور مثلا على الشرطة على الأشخاص اللي بالطريق نعطي لحالنا بحمل طوعي لهذا الموضوع. طبعا كمان بالإضافة رحنا على المشافي العامة مثل مشفى دمشق اللي ما تسمى مشفى المجتهد وزعنا لهم كمامات معقمات. يعني اليوم وطن وطننا شو ما عملنا بدنا نكفي هذا. هذا بالنسبة لموضوع الكورونا. كمان بالإضافة لازم نحن نعمل توعية. التوعية كتير هامة سواء عبر البرامج اللي انتم عم تعملوها أو على المجتمع المدني. نعم أستاذة، كمان نحن كفينا بالعمل التطوعي والعمل الإنساني خلال شهر رمضان الكريم. يعني من بداية الشهر أيضا نحن ما زلنا مستمرين بتقديم أي حدا بحاجة. صحيح. لأي شيء. خلينا نحكي عن المبادرات اللي قمت فيها مع بداية الشهر الكريم. هلأ هذا السؤال أنا رح أحكيه بشقين. أوكي. الشق الأول اللي بيخصنا لنا والشق الثاني بدي أتوجه فيه لتجار المواد الغذائية يلي نحن شهر رمضان شهر الكريم شهر الرحمة. نحن بالنسبة لنا من البداية صرنا نوزع سلل غذائية ومشكور كل إنسان رضي ياخذ من عنا. مشكور كل إنسان أنه شريك معنا في الوطن قدمنا له وحصل على هذه السلة. قمنا بكميات كبيرة جدا من السلل الغذائية اللي بتتضمن السمنة الزيت البلدي الزيت القلي الرز السكر الشعيرية الحلاوي الشاي الملح. ما خلينا مادة من المواد الغذائية ما حطيناها ضمن السلة. من مستلزمات كل المستلزمات. أول شيء ابتدينا فيها الحملة ضمن دمشق. كمان وزعناها ضمن جمعية التنمية ضمن جمعية الإغاثة. صرنا نقوم بالشكل الفردي يعني نقوم نحن نوزعها للأشخاص. انتقلنا بعد منها طيب في ناس هذا ما بيروح على الجمعية ولنفرض أنه موظف أو مثلا شرطي أو مثلا يعني كبير السن صعب يروح هو ما عنده معين. نحن قمنا لهالمؤسسات هي ترجينا مشكورين اللي جاوبوا معنا اصحاب هذه المؤسسات يعني من الدوله انه تقبلوا مبادرتنا واخذوها ووزعوها لموظفين عندهم للناس اللي وضعها للاسف غير جيد لوضعها سيء. هلا نحن بس انا هون في نقطه قبل ما ادخل بموضوع كثير هام
ما نحمل دائما الحكومة كاهل كل شيء. نحن في عنا حرب 10 سنوات هدت هد، هي أي بلد بتصمد بعشر نحن سنوات؟ يعني نحن دائما نحكي عن نقطة ارتفاع الأسعار، ما بدنا كثير نتطرق فيها، بدناك أكثر التاجر يكون صاحب ضمير. ما نحملها نحن، نحمل المجتمع المدني والأهلي نقوم لنا دور. هلأ الشق الثاني بدي أحكي فيه، أنا بتمنى من كل رجال الأعمال وكل الصناعيين هو كل تجار المواد الغذائية يعتبروا هذا الشهر طلعوا عملوا فيه حج أو طلعوا فيه عملوا عمرة، وهي واقفة العمرة والحج، رح يصرفوا فيها عدم مؤاخذة كذا مليون، هالكذا مليون يبيعوا بالكلفة. يعني نحن اليوم أنا بتمنى من كل التجار ومن كل تجار المواد الغذائية بس هالفترة هي فترة شهر رمضان وعندنا فيروس كورونا، نراعي أهلنا، نراعي شركائنا في الوطن، نراعي الحب، ننتقل لثقافة المحبة، من ثقافة المادية إلى ثقافة الروحانية والحب بين أهلنا، بين بعضنا بالوطن، لحتى ننتصر بالوطن بدنا نكون في بيناتنا محبة كبيرة. صحيح. ننتقل لهالثقافة هي أنه مو كل شيء بالقديش بدنا نربح آخر اليوم، لا، نبيع بأسعارنا وما يكون في احتكار، تبقى مفتوحة كل المواد. أنا هذا الموضوع كثير شددت عليه. يعني نحن بالختام بدنا نشكرك، وأكيد بدنا نضم صوتنا لصوتك، دعوة اليوم لكل التجار، لكل الأشخاص مين ما كانوا يكونوا يقدموا المساعدة. اليوم في كثير عيال للأسف هي بحاجة الدعم اليوم. صحيح. بمجتمعنا، فواجبنا كلياتنا نوقف جنب بعض. أنا بدي أختم بكلمة واحدة وكثير مهمة بتمنى عليها. أنا هي بدي وجهها، هي الكلمة هي للشعب سوريا كله وللشعب العربي وللعالم. نعم. كلمتين كثير مهمين. نحن مرقنا بحرب كونية، كل الدول كانت عم تحاربنا والإرهاب كان عم بيحارب الوطن. أمهات الشهداء صرخت كثير لما راح شهدائنا، رحنا دم كثير، هذا ما انكب على الأرض. رب العالمين استجاب من أمهات الشهداء واستجاب لهالناس اللي مرقت بهالحرب هي، إلى أن إجا فيروس كورونا لخلى كل العالم مثل سوريا. يعني اليوم نحن سوريا وقفت مطاراتنا، وقف السفر بالجواز السفر السوري، وقفت الفنادق، وقفت السياحة، الترانزيت، الصناعة، النفط، كل شيء وقف عنا بسوريا. الله نقل هذا الموضوع للعالم كله لحتى يحسوا فينا. نحن ليس من باب الشماتة، نحن منقول بس من هذا المنبر منقول أنه يصحى الضمير العالمي والضمير الدولي ويزولوا العقوبات وحادية الجانب على هذا الوطن الحبيب، على سوريا، والله ينصر وطننا بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وبمحبة الناس. شكرا كثير لك، وأكيد نحن بدنا نقول أنه دائما سوريا بخير بوجود القلب حي وصاحي وضمير صاحي. صحيح. من أبناء سوريا وبيحسوا بالغير. رمضان كريم، شكرا كثير لك، ينعاد عليك. شكرا كثير. شكرا كثير.